مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقوق محفوظة. في برنامج الحقوق محفوظة لا نناقش فقط القوانين والتشريعات، بل أيضا حتى اللوائح المنظمة لتصرفاتنا وشؤوننا العامة. حلقة اليوم فيها نناقش لائحة مهمة أصدرتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. أهميتها أن هذه الوزارة كان لها السبق في إصدار لائحة تخص حماية المال العام في المرافق العامة التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. من مميزات هذه اللائحة أيضا أنها استباقية منذ 2006 بالحفاظ على حقوق الطفل، بأن منعت مرتادي هذه المرافق العامة أن يتركوا الأطفال دون سن 12 بدون مراقبة أو شخص بالغ. نتابع اليوم حلقة الحقوق محفوظة مع لائحة الحفاظ على الممتلكات العامة في المرافق التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. الآن موعدنا مع فقرة ضيف الحقوق محفوظة، واليوم عندنا بدل الضيف ضيفين من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. نرحب أولا بالأستاذ خلفان من خليفة توبي، وهو مدير بلدية المصنعة. مرحبا بك. أهلا وسهلا أستاذ. الله يسلمك. أيضا معنا الأستاذ بدر بن محمد بن سيف السعيدي، وهو مدير الدائرة القانونية بنفس الوزارة. مرحبا بكم. الله يسلمكم وأحييكم على جهودكم بإصدار لائحة حماية محتويات المرافق العامة التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، اللي صدرت من مدة طويلة من 2006، ولكن بعد مضي المدة وأكثر من 12 سنة تقريبا حان الوقت لتسليط مزيد من الضوء على جهود الوزارة. أولا بنبدأ بالأستاذ خلفان بن خليفة التوبي. طبعا أنتم من الكفاءات الموجودين في البلديات وبالذات في بلدية المصنعة، فتعطينا أولا خلفية عن مجهود وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في العمل البلدي والحفاظ على الممتلكات في سلطنة عمان. بداية أنا أشكر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ممثلة في هذا البرنامج لتسليط الضوء على مثل بعض الممارسات الخاطئة من قبل القلة من المواطنين والاعتداء على الممتلكات العامة أو المرافق العامة بشكل عام. أنا لا أستطيع أن أوجز أيضا يعني الخدمات التي تقدمها وزارة البلديات والجهود التي تبذلها في زاوية معينة، لأنها هي أيضا عملها كبير جدا ومتشعب، ولكن سنسلط الضوء على جانب فقط اللي هي الحفاظ على المرافق العامة، وما هي هذه المرافق العامة وكيف للمستفيد أن يحافظ عليها، لأنها هي تعتبر عندما نتحدث عن مرافق عامة نتحدث عن منجز، نتحدث عن عنصر تنموي نحن كعمانيين نظل فخورين فيه، وأيضا هذا يعني المرفق أوجدته الحكومة ودفعت عليه ملايين الريالات ليستفيد من المواطن والمقيم أيضا، ويظل أيضا محل فخر واعتزاز كمنجز تنموي لنا نحن كعمانيين. نعم، أحب أن نحن نعرف أيضا المشاهدين الكرام على نطاق الجغرافي اللي يعني اختصاصات وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. يعني احنا لدينا في الأقاليم حوالي 9 مديريات ممثلة في 45 بلدية. نعم. هذه البلديات تقوم بالإشراف على المرافق العامة التي تتمثل هذه المرافق العامة في الحدائق والمنتزهات، في ملاعب الأطفال، في الإنارة بالطرق الرئيسية، في الساحات العامة أيضا، في دورات المياه العامة التي وجدت أيضا من أجل راحة مستخدميها، في الكثير أيضا من المرافق الأخرى التي يعني لا تحضرني حاليا. تعنى فيها وزارة البلديات وتعمل يعني وتسعى سعي حثيث لتوفيرها لمتلقي الخدمة سواء كان مواطن أو مقيم. إذن أستاذ خلفان، من كلامك أنه الوجه الحضاري لكل المحافظات منوط به جزء من العمل البلدي اللي تقوم فيه وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه. ومن هذا المنطلق أوجه سؤالي للأستاذ بدر السعيدي، العلاقة التنظيمية هذه والقانونية اللي بين الناس المستفيدين كما وصفهم الأستاذ، متلقي الخدمة والمقيمين والمواطنين في سلطنة عمان في المحافظات التسع، كيف أو المديريات التسع، كيف هي العلاقة القانونية توصفها؟ بداية نقدم شكرنا الجزيل على إتاحة هذه المساحة
لإبداء ونقل وجهة نظر الوزارة والتنظيمات التشريعية التي تطبقها في هذا الجانب، فضلا على الدور اللي قاعد تلعبه في سبيل تطبيق هذه القوانين بما يخدم كافة شرائح المجتمع. حقيقة العلاقة أو المدفعين يمثلوا علاقة تعاقدية ما بينهم وما بين هذه المرافق، وهذه العلاقة تشكل في جانبين. الجانب الأول يمثل العلاقة الحسية أو الواجب لكل مواطن أو مقيم على هذه الأرض الطيبة أن يقوم بدوره ويعتبر هذه المرافق جزء من الأشياء الذي يجب أن يحافظ عليها دون أن حتى بعيدا عن مسألة الرقابة أو المتابعة. هذا شعور يجب أن يكون لدى الجميع أن هذه المرافق ملك له شخصيا في ذات الوقت، ملك للجميع، وعليه أن يحافظ عليها وأن يخضع بالعناية ويقوم بكافة واجباتها بعيدا عن التنظيمات أو بعيدا عن رقابة الجهات مهما كانت رقابة. هو حس ذاتي، حس ذاتي أخلاقي. نعم. أخلاقي قبل كل شيء، واجب، شعور واجبي، وهذا من منطلق منهجية الشريعة الإسلامية وما رسى علينا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجب في المحافظة على الأماكن العامة ومختلفها. وهذه الجزئية يجب أن تكون تطغى على كافة يعني العلاقات والالتزامات كافتها. ليش؟ لأن إحنا في النهاية مهما برزنا الواجبات ومهما وضعنا التشريعات ومهما نظمنا وأوجدنا كافة التشريعات، يبقى إذا لم يكن هناك في تعاون وتجاوب من قبل كافة الأفراد على كافة المستويات، فما بنحقق النتائج اللي نرجوها، وما بنحقق التنمية، وما بنحقق الواجبات الأساسية اللي تسعى الوزارة وتهدف إلى تحقيقها. هذا الجانب اللي هو الجانب الركيزة الأولية والأساسية اللي يجب أن نسعى من خلالها. الجانب الثاني اللي هي العلاقة التنظيمية أو التنظيم التشريعي اللي الوزارة وضعته، واللي طرحتي أستاذة بداية حديثك، اللي هي التنظيم الخاص بحماية محتويات المرافق العامة الخاصة بوزارة البلديات. فالمشرع هنا بيّن ما هي المرافق العامة التي تخضع بالحماية، وأوردها في تفصيل معين، وهي بيّنها بحيث أن هي كافة المرافق التي تخضع للإشراف أو التبعية. فتلقائياً في التزام قانوني على مستخدمي هذه المرافق. بالضبط، وهي المتمثل في الجزئية الأولى اللي هي مفهوم أي مرفق يخضع أو يرتاد الجمهور مهما على كافة شرائح المجتمع. نعم. ويحقق لهم نفع أو خدمة. نعم. يبقى أنه هذا المرفق يخضع للإشراف والمتابعة. جميل. يعني إحنا بنتطرق أكثر يعني تفاصيل اللائحة أكثر، بس قبل أن نتطرق إلى اللائحة لازم نتعرف على هذه الممتلكات العامة، كم عددها في المحافظات. الأستاذ خلفان التوبي، كم عدد هذه المرافق الموجودة؟ أنت ذكرت أن في عندكم بدل يعني مرافق متعددة، ملاعب أطفال، حدائق، مناطق مشجرة، الوجه الحضاري لكل البلديات يعني منوط إليكم، فما هي أعداد هذه المرافق وتوزيعها الجغرافي؟ هي لدينا تقريبا قرابة 144 يعني منتزه وحديقة وملعب أطفال مقسمة وفق التقسيم الجغرافي وفق عدد سكان المحافظات. أيضا ناهيك عن التشجير اللي عجال بي الشارع. نعم. المستنى والتشجير وفي الدوارات أيضا اللي تضفي جانب جمالي للمدينة نفسها ولأمهات المدن. نعم. حقيقة. وتظل أيضا تعكس الجانب الحضري للمدينة في كل محافظات السلطنة وولاياتها. فينبغي علينا إحنا كعمانيين يعني مثل ما أسلفت سابقا أن نظل محافظين عليها لتكون هي الوجه الحضاري للبلد نفسه، وأيضا ينم عن ثقافة الشعب نفسها عندما نرى مرفق من المرافق على حاله وممكن أن يستخدمه من يأتي إليه ويجد بالصورة الحسنة اللي وضعته الوزارة واللي وضع من أجله. أيضا يعني يظل هو سلوك يعكس يعني جانب الأخلاق العمانيين التي دائما ما نسمو بها نحن، وأيضا أصبحنا مصدرين للأخلاق العمانية ومضرب مثل. فهناك قلة يعني باتت يعني قد يكون تعبث بهذه المرافق، لا تأبه أيضا بأهمية وجودها. فعلى ضوء ذلك عمدت الوزارة يعني باستصدار هذا التشريع للحد من بعض الممارسات الخاطئة التي تظهر من بعض الأفراد سواء كانوا مقيمين أو أيضا عمانيين يعني من أبناء البلد. ممكن نتطرق إلى الأرقام أستاذ من حيث يعني تكاليف هذه المرافق، لأن عادة الناس يعني
وجود مرفق عام يفتكرون مجاني، هو متاح مجان للناس، لكن في تكاليف يعني سنوية يعني مرصودة لهذه المرافق. للأسف الشديد يعني حقيقة أنا كمدير بلدية يعني ومسؤول في 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 البلدية، عندما أقوم بتوقيع يعني بعض العقود لصيانة بعض المرافق حقيقة يأخذني شيء من الأسى، لأنها أرقام يعني حقيقة أرقام مهولة، أرقام يعني غريبة جدا وفي فترات قصيرة جدا. يعني للأسف الشديد مرفق معين، خلينا نتكلم عن دورة مياه عامة يرتادها عابر السبيل أو إنها موضوعة في سوق يعني مركزي، تصان هذا الأسبوع بقيمة 500 أو 600 ريال صيانة في ظرف أسبوع. هذه قيمة إنشائها يعني صيانة، يعني أرقام فواتير يعني الله لا يراويك إياهن. يعني أنا أمتعب حقيقة بعد أسبوعين يجيبوا لي صور أو أن أطلع للموقع وأحصل يعني كل اللي بنيناه أو أصلحناه قبل أسبوع في ظرف أسبوعين ما كمل شهر نعيد مرة صيانته بنفس المبلغ أو قد يكون يضاعف هذا المبلغ. فعمدنا حقيقة في بعض المواقع حتى أغلقنا يعني مثل هذه الخدمات. يعني لأن هاي حق عام يعني هذه المبالغ. أنا مفترض أن أسوقها مرفق آخر يخدم موقع آخر أيضا، أو إني أجيب لعبة للأطفال داخل حديقة معينة أو ملعب أطفال معين أو منتزه معين، أو إني أقوم أيضا بعمل إنارة في شارع معين شارع داخلي. هذه مبالغ الصيانة اللي ترصد سنويا، المفترض أنا كعماني يكون لدي الرقابة الذاتية ويكون أيضا غيور على مرافق الوطن هذه، لأن مثل ما أسلفت سابقا هذا منجز حضاري. يعني إحنا نتكلم عن مرفق هذا تنموي فعلا. الحديث يطول ولكن ما في أصدق من الصور، بنشوف صور قبل وبعد. للأسف عادة القبل والبعد معناته من الأبسط إلى شيء أكثر حضارية، لكن نحن بنعكس الآية، بنشوف صور مرفق متكامل متاح للجمهور مجانا، وكيف أصبح بسبب يعني فئة إن شاء الله أنها محدودة في سلطنة عمان. كونوا معنا ونواصل حوارنا بعد الفاصل. طبعا الأساتذة شفنا الصور وان شاء الله انها افعال محدوده باذن الله تعالى. يعني طبعا انتم شفتوا هالصور مده طويله لين ما اصدرت اللائحه في 2006. عطنا خلفيه الموضوع. عاد الأستاذة هو طبعا
الوزارة وضعت الحماية القانونية وحددت ما هي المرافق التي تخضع للحماية ومحتوياتها بناء على واقع. طبعا بناء على واقع وبناء على بعض الممارسات اللي ظهرت من خلال إفرازات الواقعي القائم على كافة محافظات السلطنة التي تتبع لهذه الوزارة. تمثلت في أول جزية اللي هي المنتزهات والحدائق، الدوارات على جانبي الطريق، المقسمات، اللوحات الإرشادية. يعني أنا ما أفهم لما الواحد لوحة إرشادية تقول الشخص مثلا توقف أو أي حاجة تخضع لل ويقوم بتخريبها. بالإضافة إلى أنه تمثلت في بعض التخريبات التي ترد على محتويات الحديقة نفسها أو المنتزه نفسه من خلال ممارسة الدراجات في الأماكن الغير مخصصة، ركوب السيارات على الشواطئ، قيادة السيارات على الشواطئ، فضلا على يعني بعض الممارسات الكثيرة الخاطئة التي تقوم يتم الاعتداء بها من قبل المواطنين أو المقيمين على هذه المحتويات. وعلى هذا الأساس الحين اللائحة جاءت وأوردت هذا التشريع بحيث وضعت حماية قانونية لهذه المحتويات والممارسات اللي قد ترد أثناء الاستفادة أو أثناء الانتفاع من هذه المرافق بشكل عام، فأوجدت بعض العقوبات عليها. ومن أهم العقوبات أنتوا حددتوا في المادة 3 الأفعال المحظورة. طبعا هي هذه الأفعال جات من واقع طبيعي. يعني هذه التصرفات عددها 14 تصرف أو فعل محظور في الحدائق العامة له علاقة بحماية هذه طبيعي له تلازم وترابط. لما تلاحظي جميع المخالفات هي تتمثل من حيث المحتويات الحديقة، من زهور، من كراسي، طاولات، من أشياء كثيرة، حتى الكتابة على الجدران والأبواب بالضبط. وهذا يعني أسلوب أو يعني استخدم أو يظهر حديثا بشكل كبير للأسف الشديد، يعني يظهر بشكل كبير، وهذا طبعا يؤثر على يعني منظر الحديقة أو المنتزه. إيقاد النار في القرب من المسطحات يعني مدفوع فيها فلوس صيانتها وتشجيرها وبستنتها، خاصة أنه هذا يشكل هذا الفعل يشكل إزعاج للمرتادين الآخرين فعلا. يعني المرتادين يشكلهم إزعاج سواء كان إزعاج صحي أو حتى أنهم عدم ارتياحهم، لأنه المنتزه أو الحديقة وضعت للاستراحة، وضعت للتنفس، فلما يجي يرتاح فيها يقضي فيها بعض الوقت من جراء التعب اليوم يشاهد الممارسات ويتعرض لهذه المضايقات أكثر فعلا. وحتى في السباحة في مياه النوافير والبحيرات إلقاء الحجارة فيها، صراحة أحس عمري يعني من قراءة المحظورات هذه كأنه في طفل فاقد للتوجيه والتربية يعني. وأنا أوجه سؤالي للأستاذ خلفان بخليفة التوبي، العمل البلدي لصيق جدا بتصرفات الإنسان وتحضره وثقافته، أنتوا تشوفوه عن قرب، إن شاء الله إحنا نتعشى من الناس إن شاء الله مثقفة، لكن في الأخير هذه الأفعال لها بعد معين تشوفوه في العمل البلدي. فيعني إيش أكثر المخالفات شيوعاً واللي فيها أصلاً تكاليف عالية أيضاً في صيانتها؟ يعني على سبيل المثال داخل الحدائق نفسها والمنتزهات هناك زهور، هناك نباتات صغيرة، هناك نظام ري حديث يعني تم تخريبه، نباتات هذه الشجيرات الصغيرة يتم سحقها أيضاً، ناهيك عن أيضاً إيقاد النار في المسطحات الخضراء. يعني كم من المبالغ دفعت يعني على أساس أنه يظهر بهذا المظهر الجميل، ناهيك عن خلايا ضوئية في بعض الحدائق تم تكسيرها. خلايا ضوئية تقصد اللي هي الإضاءة اللي تشتغل بالطاقة الشمسية مثلا؟ نعم. تم تكسيرها أيضا، أعمدة إنارة داخل الحدائق الصغيرة هذه في الممرات تجد كسرت، نوافير أيضا يرمى فيها، حتى مخلفات يعني المرتاد الحديقة يعني أحيانا أطفال وأحيانا بعض المراهقين يرموا هذه المخلفات داخل النوافير داخل الحدائق. الكثير يعني من أنواع التخريب اللي هي تطول هذه المرافق، ناهيك عن أيضا ملاعب الأطفال نفسها، هناك ألعاب أطفال داخلها كسرت. يعني أنا في هذا العمر لو يعني حد طلب مني أن أخرب ما أعرف كيف أخرب، حتى إحنا نقف يعني مستغربين يعني كيف تم تخريب العقلية هذه اللي العقلية اللي يعني تتعمد أنها تخرب مثل هذه الألعاب اللي وجدت يعني من أجل الأطفال ومن أجل المتابعين. وفي زيارة واحدة يعني هي زيارة واحدة، انتوا في مثلا على سبيل المثال في الاجازه الاسبوعيه هي الفتره الاكثر فيها الناس ترتاد هالاماكن، اكيد كيف يكون يوم الاحد بالنسبه لبعض المرافق هذه؟ يعني هي ما تخلى، بس لكن مثل ما تكرمتي في كل نهايه اسبوع، لان موسم اجازه وايضا في الاجازات اللي هي الرسميه يكون في ضغط كثير على الحدائق، لكن للاسف الشديد
يعني تجدي ان بعد الاجازه هذه احنا عاد ما عندنا شغل الا نقوم بصيانه هذه المرافق، باعاده هيكلتها ايضا في بعض الاماكن، بطرح مناقصات ايضا لانظمه الري الحديثه الموجوده داخل، لاعاده هيكلتها من جديد، ناهيك ايضا عن الكتابات النابيه والمسيئه ايضا في بعض الجدران وفي بعض ايضا المظلات داخل المرافق هذه. فهي كلها يعني حقيقه بدات تظهر او تطفو على السطح الاونه الاخيره بسبب يعني قلة نحن نتمنى أن في يوم من الأيام يعني تختفي، لأنها هي أيضا دخيلة على أخلاقنا إحنا كعمانيين أيضا، فنتمنى أن يكون هناك أيضا شيء من التوجيه. إحنا من هذا المنبر نحن نناشد أيضا أولياء الأمور أيضا يعني عندما يأتي بأولاده أن يوجههم أيضا وأن يغرس فيهم الحس الوطني بمعنى للمحافظة على هذا المرفق، يعني وأن تكون هناك رقابة ذاتية أو تنشئة صالحة مع الجيل الصاعد إن هذا مرفق يخدمه هو ويخدم أولاده مستقبلا، ويظل أيضا مثل ما أسلفت سابقا هو منجز حضاري للبلد وهيبة المكان العام في الأخير. هذا مرفق للجميع يعني ويستخدمونه على شيوع. وهنا أنا يعني طرقت أستاذ خلفان إلى الجوانب اللي هي الأكثر شيوعا في المخالفات، لكن أيضا لاحظت في اللائحة الأستاذ بدر أن تطرقت إلى تنظيم تصرفات الأفراد. يعني على سبيل المثال الناس مرتادين وعددهم يعني لأن الحديقة متاحة للجميع مثلا أو المرفق متاح للجميع، ناس مرتادين هالمكان العام وتبدأ تصرفات مرفوضة مثلا، أنت طرقت إليها في المادة الرابعة والخامسة والسادسة بخصوص تصرفات الناس أثناء وجودهم في هذا المرافق، فهل يعني سلطت الضوء عليها؟ نعم أستاذة، هي الحقيقة أنه هذه السلوكيات يعني أثناء إعداد هذا التشريع تم يعني استخلاص هذا يعني متوقعة طبعا أنه هذه ليست على سبيل يعني الحصر، وإنما بعض الأمثلة المطروحة اللي ممكن المشرع أوجد هنا كأمثلة ساقها من خلال التشريع اللي فضلتي وذكرتي فيه بيّنها ومهمها مثلا اللي هي ما يشكل انقلاب للراحة العامة من خلال استخدام الآلات الموسيقية وما شابها في أماكن أصوات عالية ما يشكل فضلا على اللي هي الممارسات التي تتم بخلاف النظام العام أو الآداب العامة اللي هي في بعض لما قد تلاحظوا يعني بعض اللبس غير المحتشم بالضبط غير المحتشم اللي بعيد كل البعد عن عاداتنا وتقاليدنا وشكل نفس الشيء. يعني هناك في إزعاج حقيقي في هذا الجانب، خاصة أنه المرتادين هذه المنتزهات وهذه الحدائق غالبيتهم من العوائل يعني ووقت استراحة، بالتالي وجود مثل هذه الازعاجات فضلا على انه الحين التشريع هنا اضاف اللي هي او بين في جزئيه معينه المحافظه على الاطفال دون سن 13، وهذه جزئيه مهمه احييكم عليها، جزئيه مهمه جدا في سبيل ان احنا الحين خاصة في هذه المرحلة ظهر كثير من الممارسات. يعني نعيد استاذ المادة 5 ايش تقول بالضبط من اللائحة؟ لا يجوز ترك الاطفال اللي هي لا يجوز ترك الاطفال ما دون 13 دون إشراف من قبل ولي الأمر. الحقيقة أن إحنا عندنا للأسف بعض العوائل بعضها فيها ثقافة أنه يعني تركهم عقهم منك وبعدين نرجع لهم الحديقة آمنة بدون ما يكون في إشراف من شخص بالغ. وهو هذا اللي بعض هذا اللي يحصل في كثير من العوائل، أنه هو يعني خاصة ولي الأمر يترك أطفاله يعني يتركهم في المنتزه ثم بعد ذلك يعني يذهب للتسوق أو ما شابه ويخرجهم عن يتركهم بحالهم دون رقيب ولا إشراف، وهذا مما يؤثر عليهم بشكل يعني كبير جدا، وقد يتعرضوا لبعض الاعتداءات الأخرى اللي الواحد لازم يكون ماخذها في الحسبان. فعلا الواحد لازم يكون واعي إنه هو رايح متنفس ورايح يعني يغير جو ورايح لي يعني شحن طاقته إيجابيا مع الأسرة والعائلة، جو عائلي يعني يتحول إلى أنه أطفال بدون رقابة معرضين لأي شيء يعني. فأنا أحييكم على وجود هذا المادة، مع أنه قانون الطفل يعني موجود في 2014 لكن اللائحة كانت استباقية في 2006، أحييكم على هذا الأمر. أيضا تحددتوا ساعات يعني ارتياد الأماكن، حددتوها بطريقة أكثر في اللائحة بالضبط، وهذا الجانب اللي هي الوقت المناسب اللي من خلاله ان الناس تكون اكثر يعني عندها وقت لزياره هذه المنتزهات او الحدائق اللي هي هذا الوقت اكثر وقت مناسب. طبعا وقت الصباح غالبيه الناس تكون هي متاحه في الصباح صح؟ متاحه بس غالبيه الناس في الوقت الحالي ياتوا في الفتره المسائيه ما بعد يعني الساعه الرابعه وما شابه. ففي مرونه في اللائحه بخصوص الاوقات يعني بالضبط. جميل.
وهذا بما كل واحد يحقق اللي هي الوقت المناسب له والأهداف لكل حسب كل ولاية ومعطياتها. وبالتالي إحنا من خلال هذا المنبر اليوم يعني الغاية من ظهورنا إنه يا جماعة هذا المرفقات كلها ملك لكم وتحقق فائدة لكم، فالمحافظة عليها يعني ما يحتاج إن إحنا نذكر لكم كيف تحافظوا عليها وهذا لا يجوز وهذا يجوز. أنتم ما شاء الله الجميع يكاد يكون يمتلك الثقافة ويمتلك الوعي الكافي، لأنه هذه تعتبر أملاك لهم، فالمحافظة عليها يعتبر يعني من أهم أولويات. وإذا إحنا استمرينا على الممارسات هذه المرفقات بعد فترة خلاص يعني الدولة كثر وش بتدفع في سبيل صيانتها. صح، في الأخير هذا مال وله محدودية معينة. طبعا. وهذا يجي السؤال للأستاذ خلفان بن خليفة التوبي بخصوص يعني في الأخير المكان هذا مكان عام، كيف والناس راحة يعني للتغيير الجو والتنزه، كيف آلية رصد المخالفات؟ يعني هل أنتم في شخص موجود في يعني في المرفق أثناء وجودكم، خصوصاً في بعض المرافق ما هي حديقة ولا منتزه، هي مثلاً مسطح مشجر ما بيكون في ناس هناك، الإضاءات الإنارات اللي هي جزء من اللائحة، كيف يتم رصد هذه المخالفات؟ في هناك موظفين لديهم صفة الضبطية القضائية. نعم. يداوموا معنا في البلدية كمشرفي إنارة موجود، هذا المسمى موجود أيضاً، وأيضاً في الحدائق موجودين موظفين يتواجدوا في أوقات ارتياد الناس. موجودين هم اللي يقوموا برصد هاي المخالفات والتجاوزات وأيضا يقوموا بتطبيق اللائحة. حقيقة يعني نحن نستشعر أن هناك شيء من الوعي، يعني بعد ما بدأنا تطبيق اللائحة صار يعني عندهم شيء من الاستجابة، ونتمنى أيضا إحنا يعني الاستجابة هذا تظل يعني أو هذا الوعي يظل معهم بدون يعني ما إحنا نقوم بتطبيق اللائحة والتشريع. صح. لأن أنا مثل ما أسلفت سابقا هو يظل أيضا تنشئة أو تربية، وأيضا مثل ما أسلفت إن هي أخلاق رومانية معروفة يعني، ونظل إحنا غيورين أيضا مثل هذه المرافق، يعني ظل الرقابة الذاتية موجودة معنا ونغرسها في أبنائنا. صراحة أستاذ أنتم في 2006 صدرت اللائحة، هل لاحظتوا في انخفاض للمخالفات أو تزايد؟ إحنا بدأنا بتطبيقها حقيقة يعني يجب أن نكون شفافين، يعني بعد ما بدأت تظهر بعض التصرفات اللي هي مشينة اتجاه هذه المرافق أو إن يد العبث باتت تطولها يوم بعد يوم في ازدياد، عمدنا جاهدين في الآونة الأخيرة بتطبيقها وبتطبيق اللائحة بحذافيرها حقيقة لكي تكون رادع أيضا، وأيضا من يطبق فيه العقاب يكون أيضا هو عبرة لغيره، ولكن نحن نأمل يعني حقيقة أن نجد يعني التجاوب الجيد من قبل متلقي الخدمة للحد من مثل هذه الممارسات، لأنها هي أيضا تنم عن ثقافة شعب، تنم أيضا عن تربية تنشئة، تنم عن مواطنة أيضا، يعني إذا كنا نتكلم أيضا عن الحس الوطني اللي المفترض أنا كعماني يجب أن يكون لدي هذه المواطنة. فعلا في الأخير في ناس مخالفين، ما في لائحة ما يتم مخالفتها. بنتكلم عن مادة العقوبات اللي موجودة في اللائحة، لأن لائحة بدون يعني تبعات على أفعال الأشخاص ما منها فائدة، فأنتوا عندكم يعني مادة للعقوبات نتطرق إليها، إيش هي عقوبة المخالفات والتخريب اللي يصير في المرافق العامة التابعة للبلديات الإقليمية والبيئة والموارد المياه؟ حقيقة التنظيم التشريعي لما وضع العقوبة الإدارية، طبعا هذه العقوبة الإدارية نص عليها التشريع بمبلغ وقدره 100 ريال عماني، طبعا لأي مخالفة من المخالفات سواء الاعتداء على المحتويات أو ممارسة سلوكيات خاطئة، اللي هو مثلا على سبيل المثال ترك الأطفال دون سن 12 غرامتها 100 ريال وفيها تكرار، اصطحاب الحيوانات. نعم. في المرافق العامة محددة في اللائحة يتم ضبطها، قيادة المركبات على الشواطئ وغيرها، دراجات، قطف الزهور، الكتابة على الجدران، يعني الاعتداء على أي مرفق من المرافق أو أي محتوى من المحتويات الواردة في المنتزهات أو الحديقة أو المجسمات أو اللوائح الإرشادية، هذه كلها تخضع للعقوبة بغرامة. طبعا الغرامة هذه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى، إذا كانت الفعل اللي ارتكبه المخالف يعني تتجاوز يعني بحيث انها من قسامتها تمثل فعل جرمي يعاقب عليه في قانون اخر، فينطبق القانون الاخر، او على سبيل المثال اذا انطبق القانون الجزائي العماني على الفعل المخالف بحيث انه ترتب فيه اعتداء على
أموال الدولة أو أملاك الدولة فيطبق، وهذا الفعل بالقسامة بحيث أنه يشكل فعل جرمي يطبق عليه القانون الجزاء. بس في الحالة الحالات الواردة في اللائحة إذا كانت بهذا على هذا النحو فيطبق عليها العقوبات الواردة في اللائحة بغرامة 100 ريال وإعادة الحال إلى مكان عليه وعلى نفقة المخالف. جميل، هذه نقطة مهمة جدا ومشتركة بين الضيفين، أنه إعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقة المخالف. بالضبط. يعني بالمختصر وباللغة أبسط، أنه إذا كسر حاجة أو أتلفها يرجعها ويفوتر على إرجاعها، يصلحها، يصلحها بنفسه. فمثلا إذا الأستاذ خلفان توبي، لأنك في العمل البلدي يعني في البلديات بالنفس، إذا حصل تقيمون التلف التلفيات؟ نقيم التلف عندنا يعني موجود أصلاً القيمة السوقية ماله، هو ملزم إنه يجيب بديل عنه. أيوة أيوة. ويقوم أيضاً بتركيبه. تركيبه أيوة. يعيد الشيء إلى مكان عليه. نعم. فهو لا يكتفي فقط في الغرامة المالية 100 ريال ويروح، في الإعادة أو التكرار. لأن قيمة بعض تضاعف العقوبة. أيضاً يعني تفوق الغرامة المالية، يعني مثلاً نقول لعبة يعني إحنا توقف علينا أقل لعبة ب2000-3000 ريال نجد عاد فيها فساد يعني وكسرها وكذا نغرمها 100 ريال رغم إن التخريب يعني كل 500 ريال فهنا يعني في يجب أن تكون يعني فيها شيء من العدالة أيضاً يعني فعلاً. هو ليس الهدف إن إحنا نغرمها 100 ريال كيف ما هو الهدف أيضاً من اللائحة هو تصويب خطأ أو تقويم خطأ إلى أن يكون صواب فقط، يعني ليست هذه يعني عقوبة رادعة احنا نراها بمعنى كلمة رادعة، كثر ما هو تقويم سلوك خاطئ لدى متلقي الخدمة او يعني ما نقول كلهم، البعض منهم اللي هم يعني تطول يدهم للتخريب تكون كرادع حالهم فقط يعني فعلا. لكن ايضا احنا الهدف منها الاسمى ان احنا نغرس ثقافة تسمى يعني الرقابة الذاتية، فعلا نخلق عنده شيء من الرقابة الذاتية والمحاسبة على الفعل، يعني يكون في يعني accountability، في مسؤولية عن أفعالنا. في نهاية اللقاء أنا سعيدة أولا بأنكم أصدرتوا هاللائحة منذ 2006 بصفة استباقية، أيوة، وأنه هذا جزء من حماية المال العام وخلق ثقافة أن نحن المواطنون أو المقيمون عندنا انتماء إلى الأماكن اللي احنا فيها. في نهاية حوارنا أوجه التحية والتقدير للأستاذ خلفان بن خليفة التوبي مدير بلدية المصنعة، وأيضا للأستاذ بدر بن محمد بن سيف السعيدي وهو مدير الدائرة القانونية، وكلاهما ضيفينا من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، على وجودكم في برنامج الحقوق محفوظة. متابعينا، إذن الحين حان وقت الجريدة الرسمية الأسبوعية التي تصدر كل أحد، وتتابعونها فقط في برنامج الحقوق محفوظة، فتابعوها. خلاصة حديث الليلة أن ثقافة حماية المال العام هي ثقافة على عاتق الجميع. وزارة البلديات أو أي جهة أخرى تنظيمية هي واجبها أن تشرف على هذه المرافق العامة وأن تصينها وأن تتيحها للجمهور بأفضل حال، إلا أن سلوكياتنا نحن كأفراد ومستفيدين من الخدمة هي التي نعول عليها كثيرا في حماية المرافق العامة. أطفالنا الذين يرتادون هالمرافق لازم أن نوجههم دائما قبل زيارة المرفق أن هذا مالنا وإحنا أولى بنحافظ عليه ولا نزيد من فاتورة الصيانة غير الضرورية لهذه المرافق. فمن الله.